على الخير والمحبة أعود لألتقيكم أحبة الطلبة في كل مكان في هذه المراجعات السريعة لدروس القواعد. سأصل وإياكم إلى هذا المقطع وهذا النص المأخوذ من مديرية ضواحي القدس لهذا العام، نص جميل والمطلوب اللي عليه متنوع، ثم أضفت عليه أكثر مما طلب من الطلبة. تعالوا بنا نقرأ هذا النص ونتدرب على استخراج القواعد منها. أي بني لا تدنو من أصدقاء يترددون على مواطن السوء فتضل، فسرعان ما تزل قدم لم يحسن لها صاحبها اختيار الموضع الشديد المزدهر، ولا تتبع خطوات من لا تتسامى نفسه متمسكا بقبس من التقوى. فالخلق الكريم خير من كنوز الأرض وما عليها من سلطان، ولتعلم أن التاريخ يخلد في سفره من يمضون إلى غاياتهم والأخلاق. فيا بني هلم إلى جداول الخلق والدين وأنت مطمئن القلب. المطلوب الأول، اسما موصولا لغير العاقل، إذا مباشرة التفكير سيكون منصبا على ما التي تستخدم لغير العاقل، فهذه العلامة بونص هيك ببلاش مشانت كل ما، لأن ما فيش عندنا إلا ما لغير العاقل ومن للعاقل، شو بدك تجيب له شي ثاني؟ فهي عندنا ما وما عليه ما. كلمة قلبت واوها ألفا في مثل هذه الحالات، بدل ما تيجي تقعد نص عندك ملان كلمات هيك بتقول لحالك، كلمة قلبت واوها ألف، إذن لازم أشوف كلمة فيها ألف وبعدين أتكاتل وتشاجر أنا وحالي وأرجعها وأشوف هذه الألف أصلها واو أو يا. كلمة قلبت واوها ألفا، إذا كلمات فيهن ألف منقلبة، فمثلا لو ذهبنا سريعا وشكلنا في كلمة تتسامى لأنه فيها ألف، هان تتسامى من أي فعل؟ من السمو، من سموى يسمو، إذا تتسامى أصلها تتسامو، وقلبت الإيش تتسامو وقلبت الواو إلى ألف لأنها وقعت متطرفة متحركة ما قبلها مفتوح. كلمة أبدلت تاؤها دالا، إذا تاء دال، إذا كلمة فيها دال لما أوزنها تبقى في الميزان تاء. لو وزنت كلمة المزدهر بتلاقيها المزدهر المفتعل، إذا نحن نتحدث عن كلمة المزدهر هنا. ممنوعة من الصرف مبينا سبب منعه. لا أريد أن يحدث لدى الطلاب بعض الخلط واللغط ما بين الكلمات الممنوعة في النص وما بين الكلمات المصروفة في النص. فالكلمة الممنوعة من الصرف لا يوجد إلا واحدة وهي كلمة أصدقاء فقط، لأنها انتهت بألف وهمزة زائدتين للجمع، فيش غيرها. إذا أنت اخترت كلمة ممنوعة من الصرف غير كلمة أصدقاء بدك تراجع معلوماتك وتعرف ليش هيك بتعمل. واو الحال، واو الحال، إذا بعد واو الحال كلمتين يصلحن أن يكون المبتدأ وخبر وبتبين حالك وقت حدوث هذا الأمر. فيا بني هلم إلى جداول الخلق والدين، كيف أروح لهن وأنت مطمئن؟ فالواو هنا في وأنت هي واو الحال، ولو بدي أجي لأدنى أدنى مستويات الطلب بقول لي طب أستاذ شو دراك؟ بقول له بدك تتعلم مني، بعد الواو في كلمتين مبتدأ وخبر، خلص هي واو الحال، يعني هيا بتعالي أنتوا ناس بتعالي، شايفين أنتوا مطمئن القلب، أنا بنتشطب كل اللي بعد الواو. أقول لك أنت مالك؟ أنت مطمئن؟ مبتدأ وخبر، إذا من الواو اللي كبنها الواو الحال، غلبوني غلبوني بزيادة، أنا بيمشي. بعلاقة بتتحملكم هالشهر الغالي، فيش دهب. ماشي ماشي، أعرف ما تحتها خط جميل. بده إيه؟ بده أصدقاء
ولا تتبع خطوات من. أول إشي تتبع فعل مضارع مجزوم بالسكون وعلامة جزمه السكون لأنه لا نهي الآن، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. إذا خطواتي مفعول به منصوب بالكسرة عوضا عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. الآن إذا سبقت من الموصولة بنكرة غير منونة تعرب مضاف إليه. فهنا ما ولا تتبع خطوات الذي، فمن مضاف إليه مجرور وعلاقة يعني اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. الآن نريد إعراب، ولتعلم أن التاريخ يخلد في سفره من؟ هاي يخلد، أعلن اللي بده يخلد الفاعل التاريخ، ضمير مستتر تقديره هو، يعود على التاريخ. طيب يخلد التاريخ ايش؟ بده يخلد مين في طريقه في سفره؟ بده يخلد مين؟ بده يخلد اللي يمضون. فاللي هان اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، الذين يمضون الى غايتهم والاخلاق. معي الاخلاق وهو المعيه، فالاخلاق هنا مفعول معه منصوب بالفتحه. اما هلم فهي اسم فعل امر مبني على الفتح، ولكن المشكله اذا بتكلش والفاعل ضمير مستتر تقديره هو او انت او شو بدك التقدير. المهم في اسم الفعل المضارع واسم الفعل الامر لازم تكمل والفاعل ضمير مستتر، والا بتروح عليكم الصحيان. هذا هو مطالب مديريه ضواحي القدس. اطلب منكم بزياده لا ناهي، فيمكن ان تختار لا تدنو ويمكن ان تختار لا تتبع، بينما لا نافيه تنفي تسامي نفسه فهي كلمه لا تتسامى. اما فاء السببيه فيا اصدقاء شو رايكم؟ يلا خذوا نص دقيقه، نص دقيقه كثير، نص دقيقه. فاء السببيه ليش بنشك في كل الفئات، نيجي في اول فاء بنلاقيها في طريقنا، هي الفاء تبعت فتضل برجع بقول هل تحققت شروط فاء السببيه قبل هذه الفاء؟ تحققت شروطها مسبوقه بنفي بنهي بتمني بترجي بدعاء باستفهام؟ حتى نشوف لحد وين لا تنم. فالفاء مسبوقه بنهي، فالفاء السببيه فتضل، فتضل. كلمة فتضل تذكرني بآية الدين في سورة البقرة، يوجد بها فاء سببية، ولكن لا تحضرني الآية كاملة، وهي عند كتابة الدين، عند كتابة الدين فاستشهدوا شهيدين من أهلها فإن لم يكونوا شهيدين فامرأة ممن ليش فتضل إحداهما أو فتذكر إحداهما الأخرى. هنا في هذه الآية في هذا المقام تحديدا هناك فاء السببية، يبدو أنني سأراجعها بعد هذا التسجيل. الآن ممنوع من الصرف، تم صرفه أمامكم أكثر من موضع. مواطن السوء، ما هي موطن جمعها مواطن، صيغة منتهى الجموع ولكنها أضيفت، فكلمة مواطن بتأخذ عليها صح. زائد زي اللي شفتوا صراحة أنا يا جماعة، جداول، جدول، جداول، جمع نعم صيغة منتهى الجمعة ولكن جداول الخلق مضافة، إذا جداول بتأخذ صح. فعل مضارع مجزوم بالسكون اللي عندك لا تتبع وعندك ولتعلم، يعني إذا بدك فعل مضارع مجزوم بالسكون بجوز بقول لك لام الأمر بتقول له ولتعلم، إذا لام الأمر لتعلم وهو نفسه فعل مضارع مجزوم بالسكون، ولكن أنت فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة بتقول له إيش؟ تبني. هل تعلم أن هنا اسم تفضيل وهو خير؟ وهل تعلم أن الخلق مبتدأ والكريم صفة هذا الخلق، وخير اللي هو اسم التفضيل هي خبر للمبتدأ خير، وبني منادى منصوب يا بني بالفتحة. الآن
سرعان ما اسم فعل ماضي مبني على الفتح، والماء هنا الايش المصدرية في محل رفع فاعل الفعل سرعان. أتأمل بهذا القدر أن أكون قد وفقت في نقل سؤال من أسئلة مديريات الوطن ومناقشته معكم وإضافة بعض الإضافات النوعية عليه. أتأمل أن أكون قد أحدث فرقا في مسيرتكم خلال الأيام القليلة القادمة في كل المراجعات التي أقوم بها. أطلب منكم فقط تأكيد اشتراككم في القناة ودعوة أصدقائكم من كل مكان للاستفادة والإفادة. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وفرح الله قلوبكم بمعدل كذا.